هاي. بحسب الأمم المتحدة في اليوم 37 ألف طفل تحت السن بيتزوجوا يومياً، وهالرقم هو الأعلى بالتاريخ. طفلة على كل 3 بالبلدين النامية تتزوج قبل عمر 18، وطفلة على كل 9 تتزوج بال 15 سنة. إذا استمر الوضع مثل ما هو رح يكون في 140 مليون طفلة قاصرة متزوجين بالعقد المقبل. اليوم في 400 مليون امرأة بين العشرين والتسعة وأربعين سنة تزوجوا قبل بلوغ عمر 18. 46% من البنات بجنوب آسيا بيتزوجوا قبل عمر 18، وأعلى نسب زواج القاصرات موجود بالنيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى والتشاد. مين قال إنه زواج القاصرات بيحد من تعليمهم، بيقلل من فرصهم الاقتصادية، بيزيد خطر العنف المنزلي والموت خلال الولادة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.